بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن الكيمستري اوف اروماتيك كومباوندز. الاروماتيستي نومنكليتشر اوف اروماتيك كومباوندز، تسمية المركبات الاروماتية والمركب امتى يبقى اروماتيك وامتى يبقى نان اروماتيك وانتي اروماتيك. نتكلم عن الاروماتيك كومباوند او مركبات اللي فيها حلقة بنزين. فاول حاجة عايزين نعرف الاستراكشر اوف بنزين. لما جم بصوا على الموليكولار فورمولا للبنزين، لو ان هي C6H6، فمعنى ان هو يبقى C6H6. احنا عارفين طبعا الصيغة العامة للالكان CnH2n+2، فلو هو C6 المفروض لو الكان كان يبقى H14، فمعنى كده ان هو في فرق 8 هيدروجين بين ال14 وال6. طب ال8 هيدروجين دول معناها انه يا اما فيه مركب فيه 4 دبل بوند، لان كل دبل بوند بتشيل 2 هيدروجين، فالتمانية الفرق التمانية هيدروجين دول ممكن يكونوا 4 دبل بوند او 3 دبل بوند، والمركب يكون عامل سايكليك، لان احنا عارفين لما يعمل سايكليك برضو بينقص 2 هيدروجين. فالمهم توصلوا انه ممكن يبقى مركب سايكلو 6 كربونات وفي 3 دبل بوند، فبكل المقاييس هو هايلي انساتوريتد، مركب فيه 3 روابط دبل بوند فهو هايلي انساتوريتد. الحاجة التانية الغريبة في البنزين ان هو مع وجود ال3 دبل بوند دول الا ان التفاعلات بتاعته بتمشي سبستيتيوشن وليس اديشن. الطبيعي ان احنا عارفين اي مركب فيه دبل بوند التفاعلات بتمشي اديشن، لان ان هو لا بيمشي سبستيتيوشن وبيدينا اونلي وان مونو سبستيتيوشن. يعني كل الهيدروجين اللي هنا ده، طبعا انا لما ابص على اي كربونه من دول هلاقي عامله 3 روابط، يبقى باقي لها رابطه اتش، يبقى في هنا اتش على كل كربون، فهو هنا كل الاتشات ديت ايكويفالنت لبعض. فلو هنعمل سبستيتيوشن هستبدل اتش من هنا ب ار، فاستبدلت الاتش دي او دي او دي كلهم واحد، فيطلع لي مونو سبستيتيوشن او برومو بنزين، يعني سبستيتيوشن برودكت. طيب لو احنا بنفترض انه هيتم اديشن، كان المفروض يكسر الدبل بوند دي ويتدخل هنا بي ار وبي ار زي الشكل ده، الا ان الكلام ده ما بيحصلش، نوت فورمد. ايه الحاجة التانية التالتة اللي احنا شفناها على الاستراكشر اوف بنزين؟ لقينا ان هو ستيبل، ما بيمشيش اديشن رياكشن، ما بيعملش اديشن رياكشن ولا اوكسيديشن رياكشن، يعني مركب مستقر ستيبل. طب جاب الاستابيليتي دي منين؟ فجه العالم كيكولي، وكيكولي قدر يرسم لنا الاستراكشر بالشكل ده. كيكولي استراكشر بنزين ان هو 6 كربونات، كل كربونه عامله رابطة سنجل من ناحية والدبل من ناحية التانية، ورابطة معها H. فالموليكولار فورمولا قدر يفسر لنا الموليكولار فورمولا اللي هي C6H6، وفسر لنا ان هو المركب هاي ساتوريشن، وكمان كل ده من الاستراكشر بتاع كيكولي ان هو طالما كل الاتشات ديت ايكوفالنت لبعض فهيكون مونو سبستيتيوتد بنزين. وبينما الكيكولي استراكشر فشل في تفسير 3 حاجات، ان هو ليه البنزين عنده اكسترا ستابيليتي، ليه البنزين بيتفاعل سبستيتيوشن وما بيتفاعلش اديشن مع انه عنده 3 دبل بوند. الحاجة التالتة ان المفروض ان طبقا لكيكولي استراكشر ده في نوعين من الروابط، في روابط كربون كربون سنجل وفي كربون كربون دبل، فالمفروض ان يبقى طول الرابطة السنجل اطول من طول الرابطة الدبل. لا، لقينا انه طول الروابط كلها زي بعضها 1.4 انجستروم، وده انترميديت بتوين السنجل. السنجل المفروض تبقى 1.48 والدبل 1.34، فالواحد واربعة دي وسط بين السنجل والدبل. طيب الكلام ده كله ما قدرش يفسره كيكولي استراكشر. عشان نفسر الكلام ده هنتكلم عن انواع الروابط اللي موجودة في البنزين، ونتكلم عن الريزونانس. فاحنا عندنا نوعين من الروابط، سيجما بوندنج وباي بوندنج.
السيجما اللي هي بين الكربون اللي هي السنجل سيجما بوند، ف ده البنزين ده بلانر سيمتريكال هيكساجون ويز بوند انجل 120. طبعا طالما الروابط كلها نوع التكين بتاعها اس بي 2، طالما عامله رابطه دبل فهيبقى اس بي 2، فيبقى الزاويه 120. الكربون كربون بوند لينس 104، ده انترميديت بتوين الايه السنجل والدبل زي ما شوف. كل كربونه اس بي 2 عندها طبعا الاس بي 2 يعني 3 اوربيتالات مهجنه. فلو انا مسكت مثلا الكربونه دي، دول الايه الست كربونات بتوع البنزين اهم، كل كربونه هتبقى عامله عندها 3 اوربيتالات اس بي 2 تمام، ودي نفس الكلام عندها 3 اوربيتالات اس بي 2. فالتلاتة اس بي 2 دول واحدة هتعمل مع الهيدروجين ال 1 اس بتاع الهيدروجين، واتنين من الاس بي 2 مع كل كربونة، الكربونه دي من الناحيه دي والكربونه دي من الناحيه دي، اس بي 2 مع اس بي 2. فدي روابط ايه سيجما. طب الرابطه الاس بي 2 او الاس بي 2 اوربيتال ده اتكون ازاي؟ من طبعا كل كربونه من هنا عندها 3 روابط اهم اللي احنا قلناهم، 3 سيجما بوند، 1 2، والرابطه اللي مع الهيدروجين، وبالتالي كلهم ايه بلانر. طب بالنسبه للرابطه باي الاوربيتال بقى اللي هو ما بيخشش في التهجين، اللي هو الايه البي اوربيتال البربنديكولار تو ذا بلين اوف ذا رينج، كل بي اوربيتال كان اوفرلاب، يعني لو جبنا شكل يكون مرسوم فيه الباي البي اوربيتال اللي هو العمودي ده، دول الستة بي اوربيتال على كل كربونه في بي اوربيتال، فهيحصل تداخل بين الايه البي اوربيتالز دي وبعضها، فيعمل لنا زي يعني حلقة كده من الالكترونز او كلاود من الالكترونز فوق الحلقة او تحتها، فده اللي بيفسر الايه الهاي الكترون دينستي اللي حوالين البنزين رينج والاكسترا ستابيليتي اللي موجود. فنتكلم كده ان كل كربون عندها بي اوربيتال بيربنديكولار تو ذا بلين اوف ذا رينج، كل بي اوربيتال كان اوفرلاب ايكوالي، يعني موضوع بقى ان الرابطة دي هي الباي هنا، لا ده هي ممكن تبقى هنا او ممكن تبقى هنا. فده اللي احنا هنتوصل له ان الدبل بوند دي مش ثابتة في مكان، ده ممكن تتحرك هنا تتحرك هنا تتحرك هنا، هي مش بتتحرك، هي البي اوربيتال دي ممكن تعمل مع دي او ممكن تعمل مع البي اوربيتال اللي على دي، فالدبل بوند ممكن تبقى هنا او هنا، عشان كده طول الرابطة ما هواش مختلف، يعني مش مثلا واحدة دبل والتانية سنجل، لا ده هو انترميديت بين الايه الدبل والسنجل. فبيقول لك بقى ان كل بي اوربيتال كان اوفرلاب ايكوالي ويز ايتش اوف ذا تو ادجيسنت بي اوربيتال. لو اتفقنا مثلا ان الكربونه دي سي 1 هيبقى دي مثلا 2 3 4 5 6، فسي 1 دي ممكن تعمل مع سي 2 او سي 6 ايكوالي يعني، وبالتالي كل الايه الستة بي اوربيتال اوكيرز تو فورم دي لوكالايزد مولكيولار اوربيتال. طبعا اي اتوميك اوربيتال لما بيتحدوا بيكونوا حاجه اسمها المولكيولار اوربيتال، عنده 6 باي الكترونز، كل الالكترون دينستي جريتست اباف اند بلو ذا بلين اوف ذا بنزين رينج، وده اللي واضح في الصوره اللي عندنا هنا ان في الالكترون دينستي عاليه فوق الحلقه او تحتها. As a result بنزين is generally represented by the combined contributions of the two كيكولي استراكشر، يعني انا عندي ده كيكولي استراكشر ده كيكولي استراكشر، فالبنزين هي ايه كومباينيشن من الاثنين او خليط من الاثنين، فلذلك بنرسمها ايه دايره كده جوه الحلقه على اساس ان احنا مش عارفين الدبل بوند ديت هي مش ثابته، يعني هي بتتحرك على ال الروابط كلها. when combined the cc bond are neither single or double، طبعا بتبقى انترميديت بين السنجل والايه والدبل. طيب الريزونانس انرجي، عمليه الديلوكاليزيشن اوف 6 باي الكترونز اوفر سايكل كونجوجيتد سيستم اللي هو بنسميه الريزونانس،
ده بيزود الاستابيليتي. طبعا دايما الريزونانس بيدي استابيليتي في الكومباوندز، ما بالك بقى لو ايه 6 باي الكترونز عمالين يلفوا في سايكليك كونجوجيتد سيستم. طيب لو جينا، هل كل المركبات اللي فيها كونجوجيشن بتبقى اروماتيك؟ لا، لقينا ان في حاجه مثلا زي السايكلو بيوتا داين. سايكلو يعني مركب حلقي، بيوتا يعني 4 كربونات، ادي 1 2 3 4 بيوتا، داي يعني في 2، اين يعني دبل بوند، فهو في 2 دبل بوند سايكلو بيوتا داين. والسايكلو اوكتا تترا اين اللي هو فيه 8 كربون، 6 7 8، وتترا يعني في 4، اين يعني دبل بوند، فهو الشكل ده سايكلو اوكتا تترا اين. برضو في ريزونانس، يعني الدبل دي ممكن تتحرك هنا وممكن تتحرك هنا، في الشكل ده، وده برضو ممكن ايه دي تتحرك هنا ودي تتحرك هنا، وعمال ايه في كونجوجيشن ولكن نوت اروماتيك. هنعرف كمان شويه ليه المركبات دي مع انها شبه البنزين فيها كونجوجيشن ولكن هي نوت اروماتيك، فهنشوف ايه الشروط الواجب توفرها في المركبات عشان نقول ان هي اروماتيك. فالسايكلو تترائين هاز بروبرتس تيبيكالي اسوشيتد ويز الكين، شبه الالكين، ملوش دعوه بقى ايه بالبنزين او بالاروماتيك كومباوندز، يعني يقدر ما عندوش. والسايكلو بيوتاداين برضو ايه فيري ان ستيبل، احنا عارفين ان البنزين ستيبل، طيب ما ده مثلا ممكن يبقى شبه البنزين فيبقى عنده ستابيليتي، لا لو ان الكلام ده مش مظبوط. فهنعرف ايه هي الشروط الريكويرمنت اوف اروماتيسيتي، امتى المركب اقول عليه ان هو اروماتيك؟ لو توفر فيه الاربع شروط التاليه. اول شرط ان هو يكون سايكليك، لازم يكون ايه مركب حلقي. الشرط الثاني ان هو فولي كونجوجيتد، زي ما قلنا دبل سنجل دبل سنجل، يعني كل الكربون تبقى عندها اس بي 2 هايبردايزيشن. الشرط الثالث ان هي المركب يبقى بلانر، يبقى بلانر طبيعي لو هو اس بي 2 هيبقى ايه بلانر. اخر شرط ان هو فول هيك الرول، لازم يكون بيحقق هيك الرول. طب ايه هي هيك الرول؟ قال لك بنجيب كده 4n بلس 2 بتساوي النمبر اوف ايه باي الكترونز، ونحسب قيمه الايه الn. يعني لو انا هطبق على المركب زي البنزين، البنزين في كام باي الكترون؟ في 6، يبقى ال 4n بلس 2 بتساوي 6، يبقى اجيب دي الناحيه الثانيه بالسالب، يبقى ال 4n بتساوي 6 ناقص 2 تبقى 4، يبقى ال n بواحد. الان لو طلعت 0 او 1 او 2 او 3 رقم صحيح، يبقى المركب ده ايه اروماتيك. يبقى عشان اقول ان هو بيحقق هيك الرول اقول 4n بلس 2 بتساوي الباي الكترون، واشوف بقى المركب فيه كام باي الكترون، اشوف فيه كام دبل بوند واضرب في 2، يعني ده فيه 3 دبل بوند يبقى فيه 6، يعني احنا كل دبل بوند ب2 الكترون، فكل الستة دول بست التلاتة دول بستة الكترون، 6 باي الكترون، فاقول 4n بلس 2 بيساوي 6، واحسب الان. الان لو طلعت 0 1 2 3 يبقى ده اروماتيك. طيب ما تحققش الشرط ده، لقيت ان هو بيحقق ال 4n بس ما فيهوش بلس 2، يبقى في الحاله دي اقول المركب الان برضو طلعت رقم صحيح، يبقى في الحاله دي اسمه انتي اروماتيك، ما هواش اروماتيك. طيب اذا فقد شرط بقى من التلاتة الاولانيين دول ان هو ما يبقاش سايكليك ما يبقاش كونجوجيتد، يبقى نان اروماتيك. يبقى عندي حاجه من ثلاثه المركبات، يا اما اروماتيك يا انتي اروماتيك يا نان اروماتيك. اروماتيك لو حقق الاربع شروط، انتي اروماتيك لو جه عند هيك الرول وحقق 4n بس مش 4n بلس 2، والنان اروماتيك ان هو فقد ايه شرط من الثلاثه الاولانيين من 1 ل 3. وبالتالي الكومون اروماتيك سيستمز عندها اما 2 او 6 او 10 باي الكترون، لانك لو جيت طبقت كده ال 4n بلس 2 لو بتساوي 2، يبقى ال 4n بتساوي 2 ناقص 2 0، يبقى ال n بايه؟ ب 0. فاحنا قلنا لو 0 او احنا لسه مطبقين على ال 6 طلعت 1، لو ال 10 هتطلع 2، طبعا لو دي 10 يبقى ايه؟ تبقى 4n بتساوي 8، يبقى ال n ب 2، تمام. ف
فالN لو او عدد الباي الكترونز لو 2 او 6 او 10 يبقى الN بزيرو او 1 او 2، يبقى في الحالة دي اروماتيك. طيب لو انت اروماتيك لو عنده 4 او 8 او 12 في الحالة دي هيحقق الـ4N، يعني الـ4N بقى هي اللي هتساوي 4 مثلا، فيبقى الN بواحد. ففي الحالة دي يبقى نقول على المركب ان هو ايه، انتي اروماتيك. تمام، من الحاجات المهمة ان انت تقدر تحدد المركب ده اروماتيك ولا انتي اروماتيك ولا نون اروماتيك. تعال ناخد ابليكيشن. اول حاجة عندنا البنزين، البنزين سايكليك، مركب حلقي، كونجوجيتد، ماشي، دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل، كونجوجيت، بلانر بلانر. طيب نحسب بقى الفور ان بلاس 2 بتساوي 6، لسه حاسبينها والان طلعت بواحد، يبقى المركب اروماتيك. طيب نشوف السايكلوبيوتاداين، سايكليك كونجوجيتد دبل سنجل دبل سنجل بلانر، هنا بقى ما بيحققش 4N بلس 2، بيحقق ال 4N. يعني لو جيت تطبق كده 4N بلس 2 بتساوي 4، يبقى ال 4N بتساوي 2، 4 ناقص 2، يبقى ال N بكام؟ بنص، ما طلعتش رقم صحيح، يبقى كده ايه؟ ما هوش اروماتيك. طب نشوفه هل هو ممكن يكون انتي اروماتيك؟ 4N بتساوي عدد الباي الكترونز 4، ربطتين باي كل واحدة فيها 2 الكترون يبقى 4، يبقى ال N بواحد، يبقى هو حقق هنا ال 4N، يبقى انتي اروماتيك. طيب بالنسبة للسايكلو اوكتا تترائين، هو سايكليك كونجوجيتد ولكن نوت بلانر، بيترسم بالشكل اللي احنا ايه شايفينه ده كده، فهو نوت ايه بلانر، فبالتالي فقد شرط من الثلاثة الاولانيين يبقى نون اروماتيك. طيب بالنسبة للاروماتيك انايونز، لو مركب عليه نيجاتيف تشارج او بوزيتيف تشارج، تعال نشوف الاول السايكلو بنتا داين، سايكلو يعني مركب حلقي، بنتا يعني خمس كربونات، ادي 1 2 3 4 5، داين يعني في 2 دبل بوند، فسايكليك سايكليك، بس نوت كونجوجيت، لو مشيت كده دبل سنجل سنجل فهنا فقد الكونجوجيشن، يبقى على طول نوت اروماتيك او نان اروماتيك. تمام، ما اخشش بقى على 4N ولا 4N، خلاص كده فقط شرط من الثلاثة يبقى نان اروماتيك. طيب نشوف السايكلو بنتا داينايل انايون، لو حطينا هنا نيجاتيف تشارج كده هتمشي بقى، ده النيجاتيف تشارج دي ممكن تنزل هنا ويبقى في كونجوجيشن، يبقى هو سايكليك وكونجوجيتد وبلانر. ونشوف الباي الكترونز، طبعا الاثنين الكترون دول هيتحسبوا لانهم داخلين في الريزونانس او داخلين في الكونجوجيشن، فهيبقى زي البنزين هيبقى اروماتيك. تمام، يبقى كل كربونه عندها اس بي 2 هايبرتايد، ذا تو الكترونز ليفت بيهايند كان اوكيوباي نيو بي اوربيتال، يعني الاثنين الكترون دول هيبقوا عاملين كانهم ايه، هيخشوا في الكونجوجيشن يعني. طيب لتسمية الاروماتيك او البنزين ديريفيتيفز، لو عندي مونو سبستيوشن زي على حالة البنزين، يعني في كلور او بروم او يود او نيترو، فبريفكس ذا نيم اوف ذا سبستيوشن تو ذا بنزين رينج، يعني اجيب بنزين واحط قدامها ايه السبستيوشن اللي هتدخل كلور يبقى كلورو بنزين، بي ار يبقى برومو بنزين، اي يبقى ايودو بنزين، ان او 2 يبقى نيترو بنزين. طيب لو حاجات تانية ليها كومون نيم، يعني احنا عارفين لما بيبقى على حالة البنزين مجموعة ميثايل بيسموه تولوين. تمام، لو ان اتش 2 يبقى اسمه انيلين، او اتش يبقى اسمه فينول، فالحاجات اللي لها كومون نيم دي برضو ايه نعرفها، سي او او اتش يبقى اسمه بنزويك اسيد، يبقى لو مش حاجة مش كومون او مش مشهورة بنقول كلورو بنزين او برومو بنزين، لو حاجة مشهورة يعني ميثايل على حالة بنزين يبقى له اسم له تولوين. طيب SO3H بنزين سلفونيك اسيد، CHO البنزل دي هاي. طب لو عندي داي سبستيتيوتد، عندي بقى هنا هيظهر حاجة اسمها الأورسو والميتا والبارا، البوزيشن هو كان عليه اكس كانت موجودة من الاول، الواي لما جت دخلت جنبها على طول يعني 1 و2 يبقى هنسميها أورسو، دخلت في 1 و3 يبقى اسمها ميتا، الوضع ده اسمه ميتا وده أورسو.
الوضع اللي قصادها بالظبط، اللي هو ايه؟ لو واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى واحد واربعة، يبقى اسمه ايه؟ بارا. تمام، ده بالنسبة لو عندي داي سبستيتيوتد بنزين. فلو جينا نطبق ده في الوضع الواحد واتنين، يبقى اورثو داي برومو بنزين، اتنين برومو، اتنين بي ار يعني، فداي برومو بنزين، ميتا داي برومو بنزين، بارا داي برومو بنزين. طيب لو الاتنين سبستيتوانت دولت مختلفين عن بعض، مش هنقول داي، هنرتب بقى الفابيتيكال. يعني مثلا هنا عندي ايودو وعندي برومو، لا ابدا بالبرومو، يبقى بارا برومو، بارا عشان في الوضع بارا بالنسبه لبعض، برومو ايودو بنزين. طيب النيترو ولا الكلورو؟ لا الكلورو، سي قبل الان، يبقى ميتا كلورو نيترو بنزين. طيب لو حد من التو سبستيتوت، التو سبستيتوانت دول له سبيشال نيم، يعني طبعا هنسمي بالنسبه ليه. يعني مثلا احنا قلنا لما يبقى في مجموعه سي اتش 3 او ميثايل على حاله البنزين اسمه تولوين، يبقى ده اورثو نيترو تولوين. طب ده فينول، يبقى بارا برومو فينول. ده بنزويك اسيد، يبقى ميتا كلورو بنزويك اسيد. تمام، يعني برجع للايه، للاسم الكومون او الاسم الشائع، السبيشال نيم. يعني لو عندي ثلاثة او اكتر سبستيتوت على البنزين رينج، بنبدأ بقى نرقم عشان نقول اللي هم موجودين فين. فلو مثلا هنا ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، يبقى واحد وتلاتة وخمسة اتراي نيترو بنزين. طب ده فينول اهو، وعند ايه، واحد اتنين تلاتة اربعة، عند اتنين واربعة في اتنين نيترو، يبقى اتنين واربعة داي نيترو فينول. طب ده بنزويك اسيد، وعند الواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، تلاتة وخمسة داي هيدروكسي بنزويك اسيد. تمام، فانت بقى ممكن تتدرب على تسمية المركبات ديت. طبعا ده السائلين بنزويك اسيد، يبقى ميتا كلورو بنزويك اسيد، ميتا ايودو انيلين، ده كده فينول، وعند ادي واحد اتنين تلاتة، يبقى واحد كلورو تلاتة فلورو فينول، ده تولوين، تلاتة واربعة، تلاتة برومو، اربعة نيترو تولوين، ده كأنها ميثايل، كأنها الكايل يعني، فنقول ايه، بروبايل بنزين، ده ميتا ايودو بنزال ديهايد. وشكرا.